يا صباح الخيرات لكل يلي عم يشوفونا على شاشة سماء الفضائية. حلقة جديدة من برنامج صباح الخير عم نبداها معكم، ومثل ما الكل بيعرف أن الحياة مليانة بالأيام السعيدة والحزينة للأسف، وكل يوم بمر هو يوم مختلف عن اليوم يلي قبله، مع أنه ببعض الأحيان يعني منلاقي الأمور ما عم تمشي مثل ما نحن عم نخطط لها، مثل ما كل هيك إنسان بيكون راسم لمستقبله ولأيامه، ولكن هذا الشيء هو شيء متوقع، ما لازم نتفاجأ، ما لازم نتضايق، ما لازم نحبط إذا فينا نقول، لأن الحياة بدها تستمر هيك أو هيك مستمرة. صباح الخيرات لكم جميعا، وصباح الخيرات لك ورد. صباح الخير يا مشلين، يسعد صباح كل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية. فعلا مثل ما بديت مشلين، الحياة يوم فوق ويوم مرة جاية بتكون فوق، ما كل يوم بتكون عم تحقق يمكن أنت أهدافك أو حتى يلي خططت له بنهارك. حب الذات يمكن بضمن معركة هالحياة واحترامها هو الأولوية الأولى اللي لازم الفرد يحافظ عليها ويذكر نفسه بكل صباح بنفسه، بأنه هو أفضل من غيره بكثير من النقاط وبكثير من المناحي. يعني اللي ما بيقدر يحب حاله ويقتنع فيها ويتصالح مع نفسه مستحيل يقدر يحب الثاني أو حتى ينشر طاقة إيجابية. على كل حال هذا الموضوع رح نحكي عنه خلال حلقتنا لليوم. يسعد صباحكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. جديدة لليوم من صباح الخير مليانة بالعناوين والمواضيع وحتى الأفكار يلي بتهم أغلب أفراد الأسرة. شو هي أبرز عناويننا لليوم؟ خلونا نعرف. حب الذات وكيف يغير حياتنا ويحقق لنا النجاح. ويا ترى شو هي أضرار النسكافيه وشربه بشكل يومي؟ النقرس ما هو وكيف تظهر أعراضه وما هي أسبابه وطرق علاجه؟ وكمان اليوم رح نتعرف على صبية دمجت ضمن شخصيتها حماس الرياضة برقة الغناء وحبها للهندسة الزراعية. لماذا تجعلون الروائح نسترجع الذكريات القديمة وبقوة؟ أحدث أفكار الديكور للممرات المنزلية التي تناسب مختلف البيوت. العديد من الأخبار عم يتم تداولها يومياً يا مشلين عبر هذا الكوكب بمختلف دول العالم وعبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. أكيد بدورنا منختار أبرزها ومنبلش فيهم من عند مشلين. أكيد مثل العادة ورد منبلش من العالم العربي، ورح نحكي عن فنانة عم تحول النفايات لتركيب فني لزيادة الوعي. طبعاً هذا الشيء عم يصير بفلسطين، وسيدة عم تتخطى فقدها للبصر وتصبح معالجة فيزيائية. حلو، بدنا نشوف شو قصتها. رح نروح كمان لروسيا بمنتجع خاص بالتزلج بضواحي العاصمة الروسية. هي العناوين تفاصيل بهالتقرير.
جولتنا المنوعة بلشت، وبداية أخبارنا من فلسطين. حوض مائي بالقدس صممته فتاة تدعى بيفرلي بركات كتركيب فني فريد من نوعه عن حول كيفية منع النفايات البلاستيكية من الاستمرار بالأضرار بالبيئة في إطار معرض شاعرية الأرض، وبيبلغ قطرة 4 أمتار وهي مصنوعة من الحديد مع 180 لوحة. وحنكمل على لبنان. سيدة فاقدة للبصر أحبت الطب من صغرها وما منعها من دخول الجامعة وتخصصها دراسة العلاج الفيزيائي رغم صعوبته، وعملت بهالمجال فوصف الناس بأنها طاقة رغم الإعاقة. وبجولتنا الأخيرة حنروح على روسيا، مكان يعتبر واحد من المنتجعات للرياضات الثلجية، فتعتبر الظروف المناخية فيه الأمثل على الصعيد العالمي للتزلج أو التزحلق على الجليد، وبيقصد السكان من مختلف الأماكن بالعاصمة موسكو. دراسات كتيرة على طول بتأكد أضرار النسكافيه أكثر من منافعه، ومع هيك معظم الناس بيطنشوا هذا الكلام وما بيقدروا إلا يتصبحوا يومياً بكاسة نسكافيه. ما بعرف بحكم العادة يا مشي ليك فنجان القهوة وينه؟ أي اليوم اليوم, اليوم أول مرة عن جد بجيب معي قهوة، يعني عادة يومية. بتخيل القهوة أو النسكافيه في كتير أشخاص منهم، أنا بحس إنه أنا انتزع النهار كله إذا ما بلشت، إذا أنا ما قعدت شربت قهوتي أو نسكافيه يعني وقت مو بس هيك. شو مشلين بيقولوا كمان بالدراسات القهوة أقل ضررا من النسكافيه، ما بعرف تركيزه ليش. تركيزه كتير صح. بيكون أعلى، صحيح نحن بنحط يمكن معلقة نسكافيه مثلا، بس هي تركيزها بيكون كتير أعلى من القهوة، ولكن بالنهاية اثنيناتهم لهم منافع أكيد، لأنه هن كافيين مهم للجسم، ولكن كثرتهم كتير سيئة. يعني كتير أشخاص ما بتخيلوا أنه نهارهم يبدأ من دون كوب النسكافيه الصباحي، وبيعتبروه مسؤول عن تحسين مزاجهم ووقايتهم من صداع الرأس وإجهاد العمل، ولكن في العديد من الأضرار يلي ممكن تنجم عن هذا المشروب. فشو هي الأضرار؟ خلونا نعرف. الدراسات العلمية كمان أن الأشخاص المدمنين على شرب النسكافيه أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الهيكل العظمي الصحية في المستقبل، بالإضافة أنه ملعقة واحدة من النسكافيه بتحتوي على نسبة أعلى من مادة الكافيين الموجودة بأي مشروبات أخرى، ومن الممكن كمان أنه يتسبب الكافيين في الإدمان، لأنه تناول النسكافيه بانتظام بيغير من كيمياء الدماغ. أما هضمياً بتحتوي المعدة على حمض الهيدروكلوريك يلي بيساعد الجسم لما بيتوفر بالمستوى الطبيعي على هضم الطعام بكفاءة.
بس لما تكون المعدة فاضية هذا الحمض ما بيكون عنده وظيفة ليشغلها. لهيك شرب كوب من النسكافيه على معدة فاضية صباحا أمر ضار، لأنه بيساهم بتفاقم ألم المعدة نتيجة إفراز المزيد من حمض الهيدروكلوريك. صباح الخيرات عن جديد لكل اللي عم يشوفونا على شاشة سماء الفضائية. أكيد رح نبدأ بأولى فقرات حلقتنا لليوم. صار وقت الدردشة، يعني ناخذ ونعطيك نعرف معلومات أكيد من ضيوفنا يلي بيشرفونا باستوديو. صباح الخير. حب الذات من أهم مقومات العيش بشكل جيد، لأنه هو طبعا بيأثر على اختيار الأصدقاء وكيفية التعامل مع الزملاء حتى بالعمل، وكمان بيأثر على طريقة التعامل مع المشكلات يلي ممكن تواجهنا بالحياة. لهيك الشيء كتير مهم إنه نحن نحب حالنا، مو معناته إنه أنا مغرور إنه أنا بحب حالي ما بحب الناس، بالعكس لازم بحب حالي لأقدر حب المحيط. يعني بس تربينا نحن، ما بعرف، عم بحكي عن حالنا وعم بحكي عن البيئة المحيطة، إنه لا كتير تحكي عن حالك تماما، لا كتير تعتد بنفسك، لا كتير تقول أنا وأنا وأنا، لا تقول أنا بحب حالي، أنا بحب ثيابي، أنا بحب إنجازاتي. البعض فهم هذا الموضوع إنه لا تنغر، أوكي. البعض الثاني فهم هذا الموضوع إنه همش ذاتك مقابل نصرة الآخرين، مقابل إبراز الآخرين. كرمال هيك أسوأ شيء يعني. كرمال هيك يا مشلين، من الضروري نستثمر حبنا لذاتنا بتنمية علاقاتنا مع الوسط المحيط ومع الآخرين، ونستفيد منها بالعمل ونستثمرها بتحقيق النجاح، سواء بالجانب المهني أو العلمي أو النفسي. لنتعرف أكثر عن هالموضوع رح نستضيف الدكتورة بالعلاقات العامة والتنمية البشرية فاتن نظام. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. صباح الخيرات، أهلا وسهلا فيكي معنا لليوم. عم نحكي عن موضوع جدا مهم بالنسبة للكتاب من الأشخاص، وخاصة تعليق اللي قاله ورد إنه منفهم حبنا لذاتنا بطريقة كتير غلط، إنه أنا لا عيب كون أنا بحب حالي لأنه رح يكون رح يقولوا عني مغرور، رح يقولوا عني إنسان شايف حالي، ماني شايف العالم يلي حوالي. فهو شيء مختلف تماما، صح، ولكن بالطريقة الصحيحة. خلينا نبدأ نحكي شو العلاقة ما بين حب الذات وتنمية العلاقات مع الوسط المحيط فيه. حقيقة نحن كلمة الحب الذاتي اللي تفضلتوا حكيتوا وشرحتوا عنا وأفضتوا بهذا بالتعبير، كلمة حب الذات هي عبارة أنه أنا بحب حالي مثل ما أنا. يعني هي الفكرة أبداً، هي ما لا وصول للغرور ولا كلمة الأنا اللي هي الرفاع لموضوع الإيجو، لا، هي حب الذات بقدراتي وإمكانياتي. حب الذاتي اللي هي عبارة عن أنا بعرف نقاط ضعفي ونقاط قوتي. حب الذاتي اللي أنا بقدر بس أتصالح مع حالي، بقدر أتصالح مع الآخر، بمعنى أنا بالمفعول اللي أنا بهتم بحالي، برعاية لحالي، بالتعاطف مع حالي، هون أنا بكون عم بينعكس هذا الشيء على ذاتي، فأنا بقدر أكيد إنعكس الإنعكاس حيكون على الآخرين. فحب الذات هو أبداً، في عنا نحن دائماً في عنا توصيفات خطأ يلي هي إنه هو الاعتداد بالذات، يلي هو ما شايف حدا، يلي هو عنده الإيجو عالي، لا أبداً. حب الذات يلي هو عبارة إنه شخص متصالح مع حاله، عارفان شو بده، عارفان شو واجب وشو له عليه حقوق، بنفس الوقت هو قادر إنه يوصل الفكرة بالطريقة الصح. وحقيقةً حب الذات يبدأ بأربع قصص، يلي هو أول شيء أعرف، بعدين تقبل، بعدين طور، بعدين تحرر. أول شيء دايماً أستاذ ورد هي عبارة أنه أنا أعرف قدراتي وإمكانياتي، أنا شو عندي، شو عندي نقاط ضعف. هذا كتير مهم، تكون أنت حقيقي مع حالك، صريح مع حالك. ما بدي أنا أعطي شيء أكثر من قيمتي مشان ما يصير عندي وهم هون ساعتها الأنا عالي، أنا وأنا، لأنه أنا صار عندي فراغ حقيقي بالقدرات. اثنين، اتقبل. نحن عندنا مشكلة كتير بالتقبل الذات، أنا تقبل حالي مثل ما أنا، بشكلي، بمنطقي، بأسلوبي، بتصرفاتي، اتقبل حالي لأقدر أنا أواجه أو أعمل تنمية مع الآخرين اللي حكينا فيها. تمام. بعدين أنا أطور بذاتي، طور بذاتي النقاط اللي نحن دائما عم نشتغل وندرب عليها بموضوع أنه نحن كل واحد له بصمة خاصة بالحياة يا جماعة. اتركوا كلمة نسخ لصق عن الآخرين، اطلعوا من هاي الدائرة، طوروا أنتوا قدراتكم المميزة اللي الله عطاكم إياها بهاي الطريقة. آخر شيء هو التحرر، التحرر بتحويل هاي النقاط، الخوف والذعر والخجل وأنا خاف من الدائرة الأولى، إلى شيء فخر وأنا بنفس الوقت أنه أنا، بس مو الأنا العالية، مو الأنا النرجسية، الأنا اللي أنا بحب حالي مشان الآخرين يحبوني. تمام،
طيب كثير جميل هذا الكلام، وما بعرف ليش كثير من الناس بيقولوا انه انا بكره الاخرين لانه انا مالي متصالح مع نفسي، انا عندي عقده نقص بذاتي، انا بحس حالي ادنى من الناس ان كان بالقدرات ان كان بالشكل الخارجي ان كان يمكن بالرزق اللي رب العالمين بيقسمه للناس، فانا ما بقدر اتصالح مع الاخرين. مزبوط اللي عنده عقده نقص بذاته او انه قله تقدير للذات بيأذي علاقاته مع الآخرين؟ 100% لأنه هو أساساً ما له متصالح مع ذاته، بمعنى هو دائماً عم يتطلع بذاته أقل من قيمته. دائماً هو حب الذات هو عبارة مراحل، أنا بس حب ذاتي معناته أنا بقدر حالي صح، معناته أنا بقدر حقق ذاتي بالطريقة الصحيحة. فأنا إذا أنا أول مرحلة أنا ما عندي حب لذاتي وأنا متصالح مع ذاتي، بمعنى هو جلد الذات، هذا خطير جدا، بمعنى انه انا بصير بنتبه انه انت فاتني غلطتي بهالقصة، انت طول الوقت عم تضر حالك باللا شعور. هذا الحديث الداخلي اللي احنا كثير عالم بنقول انا والله زعلان من حالي، كيف زعلان من حالك؟ ما انا متصالح مع حالي، كل الناس احسن مني، كل العالم احسن مني. طب هذا مين اللي حكاه؟ هو ما حدا حكاه فكره، هو انا اللي حكيته. مين كرسه؟ يا عين انا لا عم اكرسه صبح وظهر ومساء، واذا طلعت هون ببلش عندي عين الحسد، تفضلت وحكيت الرزق العين انه ليش هو افضل مني، ما بتطلع انه هو ممكن عم يشتغل على حاله، ممكن هو عم يلتزم ليل مع نهار ليوصل لبناء الاسم اللي هو عم يشتغل عليه، ممكن هو حقيقه يلي انا عم نام 12 ساعه هو ما عم نام 4 ساعات، هذا كله ما حدا بيشوفه، ولكن انا دائما بشوف انه ليه هو افضل مني. فالتصالح مع الذات يبدا من ذاتك لتتصالح مع الاخرين. اوعك تفكر حدا يكون ناجح خارجيا ما يكون ناجح داخليا ابدا، ما بيصير في عندي انفصام شخصيه انه انا بدي يكون احكي عن طاقه ايجابيه وعن التفاؤل وانا كلي سلبيه وانا طول الوقت بالبيت عامله بوم بالبيت وعم بشتغل، فهذا اكيد غير صحيح وغير منطقي. تمام. طيب ست فاتن، حكيتي فكره باول حديثك انه نحن لازم نتقبل حالنا، نتقبل نقاط ضعفنا، ويمكن قبل ما نتقبل نقاط القوه يلي عنا. صح. كيف انا بحدد هي النقاط، نقاط الضعف، وكمان بنفس الوقت كيف بحدد شو هي نقاط القوه؟ يمكن الانسان شوي صعب يقول انه انا ضعيف بكذا، انه انا مو منيح بكذا، بتحسي هيك انه لا بلاقيها كبيره على حاله. كيف انا هيك بقعد مع حالي بفكر بطريقه عقلانيه انه انا في عندي 1 2 3 ضعاف، 1 2 3 قوايا؟ تمام. هذا السؤال دائما نحن بنساله للمتدربين، بنقول لهم شو نقاط ضعفكم نقاط قوتكم؟ فهن فورا بيردوا انه ما بنقدر. كيف يعني انا بدي اعرف نقاط ضعفي؟ هي الفكره انت تكون صريح مع حالك. نحن احيانا نعمل انه بنمرق انه نحن مع اساس ما بنعرف نقاط ضعفنا، بس نحن نكون واثقين تماما انه احيانا واحد انفعالي، هي نقطه ضعف. احيانا واحد هو حقيقه يستفز بسرعه، هي نقطه ضعف. فانت احيانا بعد عن نقاط ضعفك، احيانا يمكن عدم قدرتك على التعبير هي نقطه ضعف. فانت الفكره كون صريح واضح حقيقي مع حالك لتكون حقيقي مع الاخرين. اكتب 1 2 3، ودائما في شيء اسمه طلع نقاط القوه اللي عندك برزة صح، ونقاط القوه عالجها، ما تخفيها، ما تلعب عليها، لا كون واضح معها، لان هي بلحظه من اللحظات قد ايه بتكون انت بقوه بقمه نقول احنا قمه الانجاز، بتجي هي نقطه الضعف بتقول لك وين لا انت هيك، فهو بينزل، فما بقعد بحس بالانجاز. فنحن الصراحه والحقيقه ما تكون واحد حقيقي مع حاله بكون حقيقي مع الاخرين. فاذا هو ما له حقيقي مع حاله، هو عم يتوهم او يعطيه مواصفات هي لا تليق فيك، فهي اول لحظه هي بتغدر فيك نفسك وذاتك، لان هي بتقول لك دير بالك انت مو هيك. فنحن هذا الشيء بصير عندي ردات الفعل، وبصير عندي حالات النقص اللي هي كثير بالشخصيه بتبرز وبسلوكيات، حقيقه احيانا اسلوبنا مفرداتنا، حتى على فكره نظرات، احيانا نظرات هي تحس انه هذا الشخص غير مشبع ذاتيا. تماماً. فهذا فورا بنقول عليه اشاره تعجب واشاره استفهام. تماما. حلو هذا المصطلح، غير مشبع ذاتيا، ما له مكتفي، ما له واصل لتحقيق الذات او لتقدير الذات، وما له معتد بذاته بطريقه ايجابيه. طيب هلا كثير جميل الكلام اللي حكيناه، نرجع للبدايه والاسباب، ليش في ناس بتحب حالها ومتقبلة ذاتها، وفي ناس شو ما حققت ما لا رضيانة عن نفسها، ما بتحب حالها. حتى في ناس بيقول لك أنا ما بحب شوف حالي على المراية، أنا ما بحب أسمع صوتي لما ببعت ريكورد واتساب، أنا ما بحب أرجع أشغله لما أرجع أسمع صوتي. كلياتنا بننصدم بطريقة التسجيل. في ناس بيقولوا لك إنه أنا ما بحب أتواجد بالمناسبات لأنه أنا ما بحب كيف بحكي. طيب بالمقابل في ناس أسوأ منهم بالقدرات والإمكانات وبتحب حالها،
العلاقة التربية، العلاقة الأهل الأسرة، العلاقة تجارب سلبية، ما بعرف شو دخل. هو حياة هي اللبنة الأولى هي الأسرة، هي بتعزز الثقة بالنفس والقيمة للشخص أو بتهدمها. حياة أنت حكيت أكثر من مثال، وحياة كل واحد له موضوع. شيء أهم شيء هو تقبله، تقبل الواحد لشخصه. يعني نحن دائما قلت انت على الصوت صحيح، في كثير عالم اذا سمع صوت انه لا ان شاء الله بسرعه كريه على السريع للاخير، احيانا صورتها، وهذا نحن بنشوفه حقيقه عند الفتيات هو اكثر. يعني بياخذوا 100 صوره سيلفي لينقوا واحده، واخر شيء بتقول لك لا انا حاسه عيني انه هي نعسانه او حزينه، فهنا بيلغوا هي الموضوع. هذا الشيء اسمه، هذا عندي معناته تقبل غلط، ما عم تتقبل ذاتها. طب هذا بشو؟ قلة ثقة بالنفس. أحياناً في عالم هي بتاخذ تقدير لذاتها من الآخرين. يعني هي الفكرة تقدير الذاتي أنا بصنعه، أنا بخلقه. قيمتك إذا أنا هلا قعدت على الأرض اسمي فات النظام، وإذا قعدت على الكرسي فات النظام، وإذا طلعت على الجبل نفس الشيء. تقديرك بذاتك أنت بتخلقه، ما حدا بيخلق لك إياه. أما يلي هو مقترن إنه أنا الآخرين هن اللي بده يزقفوا لي، هن بده يقولوا لي برافو، هن بده يقولوا لي إنه كتير حلو، فأنا معناتها عندي هشاشة بتقبل لذاتي وأسلوب حياتي. فنحن الأهل المسؤولة الأولى، المحيط الاجتماعي مسؤولية الثانية، المدرسة اللي عندي كمان مسؤولية الثالثة، لأن أحياناً بيكون بانين ابننا صح، نجي المدرسة بتعملنا تكسير وتهميش، وبتعمل لي إياه إنه آخر طفل. فهذا كلياته بده مراعاة مراقبة لأنت توصل للشيء للشخصية الصحيحة. وفي أشخاص هي ولا شيء، ولكن هي بتعمل حالة إنه هي كتير شيء كتير مهم. هون بصير في عندي انفصام شخصية، هون بصير ده وهم أنا بقول تمام عنه. هون بصير يعني انفصام، لأنه هو شيء قدام العالم شيء، بس وين بيقعد بيبكي بس يفوت على البيت هو بصير دمار. بلحظة من اللحظات إذا هو ما اكتسب هذا الغرور تبعه قدام الآخرين بصير بيأذي. هون الخطير إنه هون بيأذي الآخرين بشيء، لأنه هو ما عنده إياه. كنا أول شيء عم نقول له كتير حلو بتجنن، بعدين كشفنا. فهون بعد الكشف فهون ساعتها هو ببلش يأذي ويدمر الحوالي. تمام، كتير حلو. يعني بتمنى إنه كل الأشخاص اللي عم يشوفونا يكونوا عم يستفيدوا من هاي الكلمات اللي عم تقدمينا إياها. ختاما وأخيرا، كيف ممكن أنا شخص بحب ذاتي، قادر إنه أنا أقدر ذاتي بشكل جيد، كيف بستثمر فكرة حبي لذاتي بتنمية علاقاتي مع الأشخاص التانيين؟ شو حكينا كلمة الحب، هو بس نبلش نحن بأي قصة هي بالحب وبالمحبة، سواء بعملك إذا أنت حابب عملك ويصير في عندك شغف ورغبة أنه أنت تصير رقم واحد. إذا أنت حابب أسرتك نفس الشيء، بالمحبة هي اللي بتصنع الأمور كلياتها. علاقاتنا مثل ما أنت بدك تعطي أخذ وعطاء. تمام. بدك تعطي هي المشاعر وهذا الموضوع بالطريقة الصح، فأنت تلقائياً حتاخديها وترديها وتبني علاقاتك بالطريقة السليمة. الأهم أهم نقطة خلينا نقول بالمصالحة مع الذات، صالح كل فترة، عمل أبديت. شلون نحن نتلم دائما راجع حالك دائما. كلياتنا نحن ما لنا منزلين، نحن عنا أخطاء عنا عثرات، كتير مهم نحن نصلح مع حالنا، لأنه هذا بيساعدني على تطوير ذاتي بالطريقة الصح، لأنا أوصل للشيء يلي أنا بيلبق لي. وهون حب الذات يلي هو بيساعدني على تقدير ذاتي بالطريقة الصح. قيمة مادية فكرة، وقيمة اجتماعية، وقيمة مهنية، ما أنت يكون عندك تقدير لذاتك صح. فكرمال هيك ما أنا حب حالي، تمام؟ حالي هلأ بصير عالم بتقول إنه شو حالي، حب ذاتك بالطريقة السليمة والصحيحة، فأنت بتوصل للمرتبة يلي تليق بك. صح. لا بصراحة لقلك شغلة، إيه بحب حالي ومشلين بتحب حالها، وكل حدا لازم يحب حاله. في عالم بتقول إن هي حالي شو؟ زوروا ليش دكتورة؟ لأنه إذا أنا ما حبيت حالي من هالأيام بده يحبني؟ عن جد. يعني عن جد، يعني ممكن أنا مهمش ذاتي، فلأنه أنا بحب فلانة وبحب فلان وبحب فلان. بس ما بحب حالي. بس ما بحب لا حالي. لا هي مو تهميش، ما هي، لأن هلا نحن بس نقول حب حالي. شفتي شو شايفين حال؟ لا هي الفكرة حب ذاتك، حب حالك، حب ذاتك لأنه تصالح مع حالك. وبعدين لا أبداً. إياك تعيش ضحية بهالحياة، عايشي مرة واحدة، نعيشها بما يليق صحيح لينا بالسعادة وبالمحبة إن شاء الله. أكيد. هلأ راحت علينا نورد على السوشيال ميديا اليوم، بحبوا حالنا، بحبوا حالنا، بنحب حالنا وبنحب كل المشاهدين كمان. أكيد بنحب حالنا لحد أكيد نقدر نحب كل الأشخاص اللي حوالينا. شكرا كثير دكتورة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكي، تحياتي. شكرا كثير لك. طبعاً ما منختلف إنه نحنا من حبنا لذاتنا وحبنا لأفراد أسرتنا وعائلتنا منحب نطبخ لون ونطبخ لحالنا
أكلات طيبة ندلل فيها هيك ذاتنا بنهاية هالنهار. تعالوا نشوف بمطبخ صباح الخير شو محضرين طبخ مع شيف تهامة. يا صباح الخير يا صباح النور لكل سكان سوريا وين ما كنتوا قاعدين وشو ما كنتوا قاعدين عم تعملوا. اليوم رح أعملكم أكلة، مبارح أنا قلت عنا أكلة شرقية عن جد وانطلبت مني كتير، لأنه في ستات بيوت ما عم يعرفوا يعطوا الطعم الأساسي إلى هلأ، يعني ستات بيوت 70% بيعرفوا يعملوه، بس بصراحة بما أنه انطلبت مني أنا بقى اليوم قررت أني أعملها. اليوم رح أعملكم رز وبامية، يعني إن شاء الله يا رب أقدر أعطيكم السر تبع النكهة ويوصل لكتير منكم. أول شيء رح أعرفكم عن المقادير. هلأ طبعا بما أني أنا قلت رز وبامية معناتها رح أحتاج جنب منهم رز بشعيرية. هون الرز بشعيرية طبعا انا هون عندي شعيرية تقريبا ربع كوب، وهون عندي كوبين من الرز. طبعا انا هون مثل العادة تعودتوا علي بخلط الرز الطويل مع الرز القصير مشان يطلع معي بجنن. هون في عندي بندورة حمراء بهذا الشكل، هون هاحتاج كزبرة خضراء، هاحتاج توم مثل ما هنن هيك، معلقة معجون بندورة، هاحتاج سمنة. لحمة هون بترجع لست البيت، بتحبي لحمة شقف او لحمة ناعمة بترجع لإلك يعني بصراحة. وهون في عندي زيت نباتي رح احتاج، من البهارات بس هاحتاج ملح وفلفل، كزبرة يابسة وبس، هدول هن. هلا انا لضيقة الوقت بصراحة حاولت فور على البامية. نحن البامية اليوم اللي عنا اياها واكثر ستات البيوت 90% عندكم اياها ميبسة، لانه هي اسلم طريقة صافية، لانه ما عاد في كهرباء، اكثريتنا عم نتبع طريقة التيبيس، لهيك انا اليوم هعملها اليابسة. هلا انا شو عملت؟ بس قمتها من الكيس غسلتها منيح، بعدين هلا انا سقطتها ولنشوف الوضع انا وياكم كيف صار. اوه تمام، نحن اختصرنا هاي المرحلة. هذا الشكل اللي انا بدي اياه، يعني انت كمان اذا ما عليك مستعجله ممكن تغلي مي تسقطيهم وتتركيها شوي لحتى تنفوش. هلا انا وياكم رح نشيلها ونحطها بالمصفايه. انا يعني بعشق اكله الباميه، ما بعرف اذا انتم كمان بتحبوها، انا كثير بحبها وبالذات غمس، يعني ما ضروري يكون في جنب منها رز او برغل، بحبها بالخبزه ومو اي خبز، خبز الدوله. هلا حنصفيهم، ليش؟ لاني انا هون شعلت تحت المقلي وبدنا نقليهم. هلا انا هي بصراحه اصولها انك تقليها مشان تتشبع زيت، ليش؟ مشان ما تجي هيك مثل ما بيقولوا بتعطي تنسيل ما بيطلع، يعني بضايق بصراحه بالاكل. اذا حبيتي تخففي كمان شوي ممكن تحطي بطنجره شويه زيت تقليهم تقلاي كمان ترجعي تصفيهم، انا حتى بعد ما بشيلهم كمان بخليهم لحتى يصفوا منيح من الزيت. يعني هلا انا بصراحه لو معي وقت كانت لسه الباميه فتحت معي اكثر من هيك، بس نحن مشان تعرفوا مثل ما قلت لستات البيوت انت اذا عندك اياها ميبسه خليها لقبل بوقت، يعني بس نقعيها بمي سخنه قبل بشي ساعه واشتغلي على هذا الاساس. هيك هلا بنشوف اذا حمي او لا، بدنا نستنى بس شوي هون عليها. طيب بهذا الوقت انا شو رح اعمل؟ هلا هي الطنجرة بدنا نطبخ فيها البامية، حنجيبها لهون ونقلي اللحمة. شو رأيكم؟ هحضيف هون عندي زيت نباتي وشوي من السمنة، ما بدنا كتير لأنه هي ما دام أنا بدي أقليها معناتها أنا حتغب معي إذا بدي كتير. هون مين فينا نضيف لحمه ناعمه لحمه شقف؟ هلا بصراحه اللحمه الناعمه هي بترمي اكثر اذا نحن عندنا عائله، المهم يعني تعطينا شويه نكهه لحمه. انا هون ما كثرت، حطيت تقريبا وقيه، رح اقليهم، رح اضيف عندي رشه فلفل، شكله حمي الزيت كثير، الحراره صارت عاليه. يلا يلا حننزل هوي شويه ملح وحنحرك، كاني هون كثرت شويه ملح، بقى هلا بدي انتبه شوي وقت بدي بلح الطبخه ما ملحها كثير. هتركها هون للحمه شوي لحتى تتقلى. جرب شكله حميد، هي هي. هلا حنقيم ونسقط الباميه.
طبعا انا ما معي وقت كثير، بقى مضطر انزلها هلا. دائما ننتبه ونحن قاعدين عم نقلي، اهم شيء بالقلي تكون اللي عم بستخدمها ايده طويله، شو ما كانت، ان كانت معلقه او كفتير. شوفوا كيف دغري اخذوا لون، بس يعني كان لازم مشان ما تصير هي الفوره لا سمح الله وما ننحرق، يعني انتم تنطروا عليها شوي لحتى تنشف من المي. يعني يفضل انه انتم تجيبوا شقفه وتحطوا عليها الباميه لبين ما تنشف، بعدين ما تسقطها مثل البطاطا، حتى لو البطاطا فيها شويه مي وسقط فيها رح تعطي هي الفوره. هلا هيك تمام. هلا شو رح نعمل؟ هلا انا بصراحه مع الباميه بحب الثوم صحيح هيك مثل ما هو، في ناس بتقصه في ناس بتقطعه ناعم، انا بحبه هيك يعني. وبعدين هو اساسا انا الحبات اللي انا جايبتهم كثير صغار، ما كثير يعني كبار، اذا ممكن ما لكم شايفين، اذا حبيتوا ممكن تقصوها بالنص، انا بحبها هيك. حقيمه وضيفها مع اللحمه بهذا الشكل ونحرك. شفتوا كيف صار معي لون الباميه؟ هنقيمه ونشيلهم. هذا يعني ما بدي انا اكثر من هيك، قلت لكم انا بس بدي اقليها شوي لانه انا اوريدي بدي اطبخها، فانا بس بدي اقليها شوي مشان ما تاخذ هيك الشطه بقلب ال... انتوا فهمتوا علي شو الشطه يعني. هيك حنشيلها، وانا بغيابكم حاعمل بس شغله واحده. في عندي هون بندوره، انا بصراحه البندوره بالباميه بحب، ما بحب البندوره بس دبس بندوره. دائما طبخات البندوره بحب ضيف عليهم البندوره الخضراء، يعني انا هلا حقشرهم واحطهم على الخلاط واطحنهم. تقريبا عندي شيء 5 بندوريات بكفوني لهي الكميه، ما بدي اكثر. ومع ذلك ما بستغنى عن معجون البندوره. وهي خلصنا قلي بخير وسلامه الحمد لله، وما في غير ارجع لعندكم بعد شوي يا مشلين ويا ورد لحتى نطبق المرحله الثانيه من الباميه. شكرا. بتحبها؟ ايه، بس كنت عم بحكي انا ومشلين بغير طريقه بنعملها بحلب. ايه، حتى بدير الزور بيعملوها بغير طريقه الشام وبغير طريقه حلب. حتى حجم الباميه بدير الزور كثير كبيره اذا ما هيدي كبيره يعني. فرود الباميه فرود. ايه تماما. وبعدين هيك بتكون كرديش لحمه هيك. ايه يعني الصراحه الباميه ما بيقبلوا ياكلوا لحمه ناعمه، اللي بده ياكل باميه ويتهنى فيها بدير الزور. ايه انا اكلتها مره عند فيتي داريه بصراحه. ليكي شيف انا بعملها كثير طيبه ولحمه بعظمها بس بالبريستو، بالبريستو مو بالطنجره العاديه. عن جد نحكي تفاصيل تحت الهواء، هلا حنشوف مين اطيب. بس شكرا شيف تهامة، يعطيك العافيه. يعني امال فصار الوقت نروح لحتى نعمل بعض التمارين الصباحيه مع الكوتش راما. مشاهدينا يسعد اوقاتكم، معكم الكوتش راما من شمس اكاديمي. اليوم اخترت الفقره تكون كثير مميزه وخاصه، فقره رياضه الحوامل. بس في شغله بدي احكي عنها، الحامل مو يعني مريضه، ومو يعني انه هي خلص تضل قاعده بالبيت ما بتشتغل ما بتعمل رياضه، بالعكس تماما. اثبتت الدراسات انه هي لازم تشتغل مشان من وقت ما بتكون حامل لوقت الولاده هي تخفف من الالام والاوجاع. رح نعمل اول شيء ورم اب، 1 2 3 4 5 6 7 8. رح نشتغل كل شيء على الخفيف. اوت 1 2 3 4 5 6 7 8. شوي شوي كعبي 1 2 3 4 5 6. مع نفس 7 8 back 1 مع حركة ايدين 2 ظهري مشدود 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. يمين 1 2 3 4 5 6 7 8.
8 لفوق 1 شوي شوي 2 3 4 5 6 7 8 رح اوقف محلي اشتغل لعضلة الظهر 1 2 3 4 شادة معدتي 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 مع نفس رح ننزل نشتغل تمارين بالارض رح نشتغل بس سايد واحد بس انتو لازم تشتغلوها جهة اليمين وجهة اليسار ما ننسى ابدا انه 8 عدات اول تمرين بهذا الشكل كتفي اقطع ايدي لتكون تحت كتفي في دغري شوي شوي اول شيء جاي فليكس رح ارفع شوي شوي سايد 1 2 3 4 5 7 8 التمرين الثاني 1 2 3 4 5 6 7 8 رح نعمل مثل دائرة 1 2 3 4 5 6 7 8 سويتش 1 2 3 4 5 6 7 رح نعمل point and flex أغلب الحامل بيعانوا من تشنج برجلهم هذا التمرين كتير مفيد point and flex 1 2 3 4 5 6 7 8 رح يكون بهذا الشكل رح أرفع شوي شوي مشان الحوض شوي شوي 1 2 3 4 5 6 7 8 أو فيني بالهواء 1 2 3 4 5 6 7 8 القومة ما بدي أكون فوراً أنا ونايمة بدي أقوم بهذا الشكل هيك غلط قوم على جنب شوي شوي باخذ نفس قوم اطلع ستريتشينج ولو 10 ثواني بهذا الشكل ولا ننسى اهم شيء للحوامل تستشار دكتوره قبل ما تبلش باي تمارين رياضه سواء بالنادي او بالبيت ضلوا بخير صباح الخيرات عن جديد كتار من الأشخاص بيهتموا بديكور البيت ككل بس بينسوا الكوريدورات أو الممرات الداخلية فيها وما بيهتموا يمكن بتصميمها أو ممكن تصحيح شكلها بشكل أو بآخر يعني. بيقولوا لك أنه ما هون عم نقعد ما بنقعد بالكوريدور بنقعد بغرفة القعدة يعني. خلاص اللي لازم غرض من المطبخ بيمرق وبيمشي الحال ضمن فقرتنا لليوم رح نحكي عن طرق استثمار الممرات الداخلية إن كانت ضيقة أو حتى واسعة وكيف ممكن نوحي بمساحات أوسع وكيف ممكن نعمل لمسات بسيطة وتغير ديكور كل الانترانس أو كل الممر كل هالتفاصيل رح ناخد أجوبتها مع مهندس المعماري الأستاذ خالد نصار صباح الخير أهلا وسهلا فيك صباح النور يسعد صباحكم أنا دققت لأنه أنتم بتدققوا بين معماري وبين ديكور ديكور فحضرتك أكيد مهندس معماري أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يسعد صباحك سعيدين بوجودك معنا لليوم يعني فعليا عن جد في أشخاص بيهتموا بديكور بيوتهم بشكل مخيف بس وفي أشخاص ما كتير بيعنيهم الموضوع ولكن الاثنين بتجاهلوا فكرة الممرات وخاصة الممرات اللي بأغلب البيوت يعني مثل بالمدن بتلاقيها هي بتكون ضيقة نوعا ما مانا واسعة قديش ممكن إهمال الكوريدورات أو الممرات الداخلية ممكن يأثر على ديكور المنزل بالعموم هلأ طبعا هو مهم كتير نحن نعطي انتباه بعملية الديكور للمنزل للممرات وخصوصي إذا كانت هاي الممرات اللي هي عند الاستقبال أو أول ما ندخل على البيت أحياناً بيكون أغلب الحالات اللي بنشوفها هون عنا بالمنازل اللي بالشام
وبسوريا بشكل عام بيكون في عنا ممر اول ما ندخل من للبيت. صح. فهذا نحن اذا اهملناه اعطينا انطباع سلبي عن ديكور البيت كلياته. يعني نحن لما نفوت على فراغ اول شيء بناخذ انطباع كان هالديكور جميل ولا لا من المدخل. من اول شيء بنشوفه اول شيء بنستقبله، فهذا الشيء كثير بياثر على باقي المنزل، وسواء كان ديكور الممرات الداخليه كمان بيعطينا ايحاء سلبي للفراغات اللي بيوصلنا الى هذا الممر، لانه بالنهايه الممر او الكوريدور مثل ما بنقول له بالعاميه هو عباره عن فراغ وظيفي لينقلني بين الفراغات اللي انا عندي اياها. صحيح. او لحتى هو مثل فراغ تمهيدي بيدخلني على فراغ ثاني. حلو. مثل غرف النوم احيانا بيكون الكوريدور بيوزع على غرف النوم. صح. او على المطبخ. احيانا بنكون نحن فايتين على بيت في مثل بهو او هول صغيره بيقود بعدين لممرات بتوزع على غرف القعده، غرف النوم، المطبخ، هالقصص كلها، واحيانا لا في بيوت فايتين فورا على غرفه ومن الغرف بتتنقل لغرف. طيب خلينا نبدا بالانترانس، هذا المدخل اللي ممكن يكون كوريدور وممكن يكون هول، كيف بدي انا اهتم بعناصري لحتى اعطي لمسه ديكور كثير لطيفه؟ هلا اول شيء هذا الموضوع بيعتمد على مساحتها، يعني هل هي هالهول عندنا اياها مساحتها كبيره ولا مساحتها صغيره، هذا الشيء بياثر على عمليه الديكور. هلا طبعا لما بتكون مساحتها صغيره نحن بدنا نستخدم يعني الديكور قدر الامكان يكون مثل ما بنقول بسيط ناعم، نستخدم الوان تكون فاتحه نوعا ما مشان ما تعطينا ايحاء بصغر المساحه. قطع الاساس نحن يعني غالبا بتكون عباره عن كونسول وفوقه مرايه. غالبا هي الديكورات في كثير منها عم تكون انماط حديثه ومودرن بتناسب يعني كل الاسواق. باب البيت فتنا طلعت المنضده هي الصغيره او الكونسول وفوق المرايه وعلى يمينها كرسي وعلى يسارها كرسي، هدول كراسي ما بنقعد عليه هون، هدول ديكور. هدول ديكور. هذا انسب شيء. بحال نحن بدنا حل وظيفي اكثر ممكن يعني في بعض ستات البيوت بفضلوا تعمل لهم كابينت او خزانه كبيره للجواكيت، فيها مثلا تستخدم لاشياء ثانيه. تمام. بورتشابو للاحذيه مثلا بيكون فيها مع كرسي صغير بالديزاين تبعها بيجي مشان انه الواحد يستريح. تمام. يعني افكار حلوه وخاصه وقت بيكون في عندنا مساحة، إذا عم نحكي كرسيتين ومراية رفوف خزانة عنا شوية مساحة، بس في عنا بيوت المدينة بنرجع من عيد يعني هي أساساً مساحتها بتكون أصغر من بيوت الريف، فبتلاقي الممرات بتكون نوعاً ما ضيقة. أنا بهذا الممر الضيق في عالم بتقلك بحط بعلق لوحات، ممكن حط كمان مراية، تعتبر أخطاء هاي الأشياء؟ شو لازم أنا أعمل لحسس المار بأنه المساحة ما كتير ضيقة؟ هلا هو غالبا لما بيكون عندي انا ممر ضيق جدا يعني هلا هو الستاندرد تبعه الكود التصميمي تبعه لازم يكون متر، بس نحن للاسف عندنا هون بنلاقي اقل من متر. اذا كان حتى اقل من 75 سنتيمتر فهون نحن صرنا ممر كثير ضيق. فبدي امشي انا بال تماما بدي احاول امشي. فهون الحلول نحن بتكون عندنا يعني كثير بدها تكون بسيطه. يعني ممكن مثل ما تفضلتي ممكن لوحات، ممكن انا هي اللوحات صليت عليها سبوت لايت، بدي اقوي الاضاءه، بدي اعمل ديزاين حاول بالجبسن بورد بالاسقف، سبوتات تعطيني شعور لما ادخل على هذا الممر، اضاءه مخفيه ممكن لما فوت على هذا الممر ما يعطيني شعور تبع انه ضيق وانا بس بدي اخلص منه، بس بدي اطلع من هذا الممر. واكثر شيء لازم نبعد بالتصميم لهي الممرات اللي بتكون ضيقه جدا هو انه الالوان الغامقه او الديكورات اللي بتكون غامقه. بنرجع بنركز على هالنقطه، في ناس بيعتموها من بدايه المدخل. تماما. للبيت. تماما. واذا كانت المساحه ضيقه وعم احط انا الوان قاتمه فضيقت المساحه بزياده. تماما. تمام. طيب في احد الاصدقاء كمان مهندس مثل حضرتك كنت عم زوره بالبيت، عنده ممر ميشلين ما له كثير واسع، عامل شهاداته باطار حلو، كل وحده باطار بتشكيله حلوه على الحيط وحاططهم كديكور. حلوه هالفكره مثل ما ذكرتي اللوحات. تماما. فينا نعمل لمسات بسيطه، يعني نحن ما عم نحكي عن موضوع مكلف، ما نسينا البيت كله ولحقنا الممر لانه نحن معنا زياده مصاري. حتى اللوحات اللي عم نحكي عنها اكيد ما أنا لوحه كثير كبيره لانه هي رح تضيق المكان اكثر، يعني لوحات صغيره لوحات ممكن صغيرة بس هيك تعطي حركه يعني. ممكن نحن يكون مثل ما تفضلت ممكن نحن نحط رفوف شلف، نحط عليها كتب دفاتر، صور صغيره، ذكريات عائليه،
بتكون حركات لطيفة. نعمل الممر معرض يعني. تماماً. ممكن نحط مثلاً نباتات مثل صباريات لازم تكون تتحمل ظروف ما في إضاءة أو تهوية جيدة. تمام. كتير بتعطينا شعور هيك حميمي وكوزي للفراغ. حلو. يعني افكار هيك لطيفه خفيفه نظيفه، يعني احنا ما عم نحكي انه نعمل بدون تكاليف تماما مثل ما ذكرت حضرتك، من دون تكاليف لانه هلا الوضع ما خرج تكاليف بالممرات أبداً. كمان شكرا كثير لك سعيدين بوجودك معنا لليوم. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. يعطيك شكرا كثير لكم. الله يعافيك. يا صباح الخير عن جديد، ويا صباح ريحة البامية اللي فاحت بالاستديو، ويا صباح النقاشات الحادة من الصبح ما بين انه نحن بحمص بنعملها هيك، وردي اللي نحن بحلب بنعملها هيك، وانا قلت لهم بالشام بنعملها هيك، لهيك رح ارجع اذكركم نحن بالشام كيف بنعملها. هلا انا بغيابكم شو عملت؟ انا بصراحة اليوم جبت البامية اليابسة نقعتها، هلا اذا انتم بالبيت بتمنى تغسلوها تنقعوها بمي سخنة شغلة ساعة لحالة تفتح. نحن لضيقة الوقت أنا بصراحة غليتها وتركتها شوي لحتى تغلي، بعدين صفيتها من المي. أنا هون بالطنجرة بيني معكم قليت لحمة، ممكن راس عصفور ممكن لحمة ناعمة، أنا بصراحة بحب معي الأكلة التوم الصغير الناعم، كمان قليته معهم، حطيت ملح وفلفل بس، بعدين ضفت عليهم شوية مي وسقطت البامية اللي قليتها بالمقلاية. قليتها بالمقلاية يعني مثل ما بقلي البطاطا، وبعدين حطيتها منيح بالمصفاية. إذا انتبهتوا أنا صار ما في عندي دسم، يعني أنا صفيتها كلياتها مشان ما تقولوا إنه قلتها وصارت تقيلة، لاحظتوا ما في عندي ولا أي شيء من الدسم، ما في غير شوية سمنة اللي أنا قليت فيهم اللحمة بس. هذا كل شيء بغيابكم عملنا. هلا وشو كمان عملت؟ عملت هون البندورة قشرتها وحطيتها على الخلاط. هلا أنا بحب هاي العادة وقت بكون بدي أخلط بين البندورة الخضراء وبين البندورة ودبس البندورة بحب أحطهم على الخلاط اثنيناتهم سوا. رح احط تقريبا معلقه. هلا لانه المشكله البندوره اللي عم تجي عندنا ما عم تجي ظريفه كثير، بقى اجباري بدي ادبس بندوره، اما لو كنا بالشام وموسمها بصراحه ما بتحتاج. بس ما بدي اكثر من هيك. هلا انا شو رح اعمل؟ مثل ما شايفين رح قيمها وحطها على البامية اللي تقريبا شبه استوت. هلا انا اذا مثلا عندي بالبيت اجيت بدي احط ما دغري حط البندورة، يعني خلي لحتى اتاكد انه البامية استوت ثلاث ارباع الاستواء بعد منها تقريبا، قول خلص انه مع البندورة، انه متى ما حطيتي البندورة مع البامية وهي ما لها مستوية بدها تاخذ معك وقت كثير طويل، لهيك اطبخوها بالمي، يعني بشي مي تغمرها مثل ما انتم شايفين هون، وبعد منها بتحطوا البندورة مع دبس البندورة، وهيك تقريبا صارت اكلتنا شبه جاهزة. شوف كيف صارت. هلا انا حاتركها تتعقد بقى، ممكن نضيف عليها اضافة خفيفة اللي هي الكزبرة اليابسة وحغطيها. هلا انا جنب منها شو عملت؟ هلا اخر شيء انا بس بغيابكم شغلة واحدة انا بدي اعمل هون، انا عندي الكزبرة كنت قاعدة عم بفرمها قبل شوي، هلا بنرجع بنكمل فرمها ما مشكلة، وهون هرس التوم. انا اخر شيء يعني بتمات عندي صارت تمام وظابطة بدي ساوي بس بدي سقط عليها الثوم والكزبره. هلا انا وياكم صفي نعمل الرز. سر الرز يعني مثلا ستات البيوت هلا عم يتابعوني، بس صدقا انه في ناس تسالني شو سر الرز، فاليوم حابه طبقه قدامكم اذا حب الغاز يشتغل، اذا حب ما بيخجلني. هلا هون حنضيف الشعيريه، طبعا انا الشعيريه ما بعير هون، هلا الشعيريه بقى بترجع لست البيت، هي بتحب تحط كثير او قليل، انا بحب كترها
لا يا أزرة، دائما كل ما بدك تعملي رز بشعيرية خلطي نوعين زيت وسمنة وادعي لي خليهم شوي لحتى يتقلوا هيك، يا دوب ياخذوا تحميصة كثير خفيفة. هلا شوفوا هون انا عندي دائما دائما بقول اي نوع رز بيجي لعندك، يعني هلا للناس اللي بيطلع لهم رز من الدولة عم يجي الرز يعني نوعا ما ما كثير ظريف، يعني وقت عم نطبخه عم يطلع مثل حبات البرغل. بصراحة أي نوع عم قلكم أي نوع بغض النظر عن أي شيء بتقيموا بتخلطوا معه شوي من الرز، يعني دائما حخلي عندكم بالكومدينة رز من الخيش. يعني أنا ما بدي مثلا أقول إنه هو مكلف كثير، لا أنا بس بقيم هيك شوي بإيدي وبضيفهم معهم، هو اللي بيساعدهم على الفرفدة وبيطلع كثير ظريف. حنقلي الشعيرية لحتى تاخذ شوية لون ولحقلي معهم الرز تقريبا. تحسبوا حساب اللي ما بيعرف يعير بالنظر، عندي عيار كل كاستين مثلا كل كاسة رز بدكم تحسبوا حسابكم كاسة ونص مي. أنا بصراحة ما بعير، بتطلع تقريبا هيك بده يكون ارتفاع عند إصبعتي عند هي العقدة اللي هون بهذا الشكل أو أقل شوي، هي هي النصفة. بتركه منيح لحتى يغلي ما بغطي، بعدين بس لحتى بلش عندي بقبق بنوس على الأخير الأخير، يعني حتى إذا في عندي هاي الحديدة، وأحيانا بتعرفوا نحن بنقص تبع السمنة بنخليها عنا احتياط، حطوه وخليه يتهدى عليها لحتاكلوا أطيب رز ممكن بالعالم. هيك شكل الشعيرية رح تاخذ وقت، بس أنا تقريبا حكيت لكم هلا شو رح أعمل، يعني تقريبا بغيابكم ما رح يروح عليكم أي شيء، بس رح أحط الثوم والكزبرة بس لحتى تصير عندي ضابطة يعني تختر عندي البامية، وما في غير قلي الرزات وحط النصبة مثل ما قلت لكم عليها وبرجع لعندكم بعد شوي. يا ورد ويا مشلين، شكرا يا شيخ، ونرجع على نفس النقاش اللي كنا عم نتناقش فيه قبل شوي. حتى ننهي النقاش من الأخير، بحلب ما بنقليها، بنسلقها سلق وحتى ما تطلع مفرزاتها هي وعم تنسلق، بحطوا لها يمكن معلقة سكر وملح الليمون. نحن ليمون، ليمون أو ملح الليمون، ملح الليمون نفس الشيء، مشان ما بيقولوا تمخت بالعامية يعني البامية. أنا كنت بدي أقولها قبل شوي بس بعدين عادي كلياتنا بنقولها. هي والملوخية كمان. إيه ما بعرف، أنا من وقت وعيت يعني وحدا علمني إياها من وقت شوام، يعني دائما بيقول لك إنه لازم تنقلها مشان خلص، يعني عندك حمص حلب وشام انه ما رح يعني خلص ما رح تزبط خلص مره ثانيه بنعمل يلا بنعمل بطرق. بدنا اكلات المطبخ الحلبي، في عندك سفر جليه، في عندك سمائيه، في عندك كرز بقصص. اوكي مشان كمان نرجع نتعلم يوم سبت بتكون سبت ان شاء الله، وبدي اياك تدوق يلا. خلص اكله حلبيه، انطروني على اكله حلبيه يوم السبت، يوم السبت مع ورد. شكرا. أيوة. شكرا شيف، خير ان شاء الله. طيب غير الاكلات الحلبيه وغير الاكلات الشاميه وهدول القصص اللي بنتباهى نحن بنعملهم وبنتباهى بقوتنا بسوريا انه هدول من تراثنا المادي، انه ذوقنا طبخاتك انت كمان. هلا يعني سترينا عزابي وعايش وحداني سترينا بتطبخ. انا بعرف ايه بعمل رز، بعمل رز ب 16 دقيقه فقط. على كل حال بنرجع لتقاريرنا، لكل حدا مننا نقاط قوه ونقاط ضعف طبعا، بس الشاطر هو يلي بيستثمر نقاط قوته لحتى يبرزها ويوظفها بمختلف مجالات الحياه. وايضا الصبيه يلي رح نتعرف عليها بتقرير اليوم كان عندها اكثر من نقطه قوه، وحدة بإصرارها قدرت تأبدع فيهم كلهم وتثبت حالها أنه مو بس بمجال معين قوية، لا بعدة مجالات تماماً. ورد يعني إذا بدنا نبدأ فينا نقول من دراستها للهندسة الزراعية، عشقها لكرة السلة وإبداعها بالغناء، ونهاية بعملها كمدرسة لياقة بدنية ومدربة بالأندية الصيفية. كل هدول الأشياء يلي عم نحكيهم، عم نحكي عن صبية عمرها 21 سنة، يعني فينا نقول شخصية بنقدر نستلهم منها ومن قصتها أشياء كثيرة بحياتنا بامتياز. رح نتعرف على التفاصيل بهالتقرير. الإنسان فينا قادر يركز على أكثر من شغلة، بس هو لما ينظم وقته، لما يعرف عن جد هو شو بده من هذا المكان، مو إنه يلا أنا بس بدي فوت بهذا المكان، لأنه كل حدا فينا عنده قدرة رهيبة. أنا اسمي هبة الله أحمد عبده، بدرس هندسة زراعية وعمري 21 سنة.
بلعب باسكت بنادي بلدة سيدات وهوايتي الغناء. من أنا وصغيرة يعني أنا المكان اللي بفرغ فيه طاقتي كلها هو الباسكت. يعني من أنا وصغيرة أنا هي اللعبة كانت خلص بدمي، يعني أنا دائما لازم أقدر أعتمد الباسكت، لازم ألعب رياضة، في طاقة دائما موجودة. هلا طموحي فيها بصراحة إنه أنا يعني أوصل لعيبة المنتخب، تصير لعبة بمنتخب سوريا، وأنا يعني عندي رغبة بهذا الشيء كتير وعندي دافع، فأنا بتمنى إنه مع الوقت تجيني هاي الفرصة وأكون من بين بنات لاعبات المنتخب أكيد. أغلب وقتي عطيته للباسكت، بس الغناء بلشت فيه عن وقت قريب، يعني ما صار لي كتير بصراحة، بس أكيد يعني أنا شهادتي يعني إنه عندي أهمية إلها، وأكيد ناوية إني أتخرج من هذا الفرع. هدفي بصراحة إنه أنا أوكي هواياتي على جنب، بس أنا هدفي إنه أتخرج من جامعتي ويكون شغلي الأساسي بمجال دراستي، بعيداً عن إنه أنا أكيد رح ضلني محافظة على هواياتي وعلى أي شيء أنا بعمله. سبحان من صور صور حسنك أمان يا للي وبالبهاء زادك زادك رفع وزاد بالحسن حسن خلق أمان يا للي. أنا بلشت غني كان عمري تقريباً 13 سنة، كانت مشاركاتي المدرسية دائماً يعني موجودة، إنه أنا بأي نشاط أي حفلة موسيقية أنا كنت شارك فيها. بعدين صار في رواد وشاركت أنا بالرواد وطلعت الأولى على محافظتي القنيطرة. أول مرة قدمت فيها على المعهد كان سنة 2020، فبعدين وقت الفحص أنا رحت قدمت، بس بصراحة رسبت بالسولفيج. أنا وقفت سنة كاملة لأنه صار في عندي بالباسكت إنه التزام أكبر، وصار في دراستي ضغط أكبر بالعمل يعني، فأنا وقفت سنة، وهلأ صار في وقت فضى شوي لقيته، فأنا في عندي وقت لأرجع بلش وحط حالي بهاي الخطوة يعني، وإن شاء الله يعني بنشوف حظنا هاي السنة إذا زبطت ولا لا. هلأ شغلي بيكون أغلب الوقت بالصيف، بدرب باسكت بالنوادي الصيفية، وأحياناً بعطي برايفت، بس هذا الشيء يعني مو دائما، احيانا اجتني فرصه شغل باني اكون آنست رياضه، كونه انا يعني عندي خبره شوي عن التدريب وعن الباسكت، ومعي يعني مثل ما بيقولوا انه خبره تدريبيه مو اكثر. ماما بالذات يعني ماما مثل ما بدي اقول لك انه هي مفتاح عن جد لاي شيء نوجد بحياتي، دائما بتساعدني بهذا الشيء، بتدفعني انه انت معلش شو ما عملتي انت رح توصلي بالنهايه، بس هن دائما في عندهم اعتراض انه خلص انت خلصي جامعتك بعدين فوتي بمجال الموسيقى. فاي شخص بده عن جد يكون ناجح باكثر من شغله، هو لازم بس يركز بالمكان يلي بنوجد فيه ويركز على الشغله يلي بده اياها. وبالنهاية أكيد لازم يكون إيمان برب العالمين كتير كبير ولحتى يتوفق بهذا الشيء. سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، ولا أول مرة ما منكن سوا. سألوني الناس عنك سألوني.
يعني من الأصوات الجميلة صار الوقت لحتى ننتقل لفقرتنا الطبية لليوم يلي رح نحكي فيها عن داء الملوك أو داء الأثرياء مثل ما كانوا يسموه القدامى ورد، لأنه هاي الفئات يمكن هي بتتناول كميات كتير كبيرة من اللحوم وبالتالي بزيد خطر إصابتها بها المرض مقارنة بالفقراء يلي نادراً ما يأكلوا لحمة. بتخيل بهاي الأيام يعني كلياتنا ما رح يصيبنا هذا المرض يلي أنا عم بحكي عنه. تماماً، بس في بدائل كمان بتعمل الأسباب المؤدية أكيد لهذا المرض، مثلاً البقوليات اللي بكثرة والأمور كلها. لما كنا عم نرى عن داء النقرس وهو مرض من أمراض بتكون بالمفاصل العظمية المعقدة ونوع من أنواع التهابات المفاصل، يا ترى فعلياً شو سبب الإصابة فيه، شو أعراضه، كيف منميزه عن باقي أنواع الالتهابات؟ كل هالمعلومات وأكثر رح يخبرنا إياها الدكتور محمد حمامي اختصاصي بالجراحة العظمية. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك معنا لليوم. عم نحكي عن داء النقرس يلي هو ممكن يصيب الكتار من الأشخاص، ويمكن في كتير من يلي عم يشوفونا عانوا منه بفترة من الفترات. علميا كيف فينا نعرفه دكتور؟ هلأ هو عبارة عن التهاب بالمفاصل متعدد، أكثر المفاصل التي تصاب به هي المفصل المشط السلامي بإبهام القدم، ولكن يمكن أن يصاب أي مفصل بجسم بتوضع باللورات اليورات في المفصل نتيجة ارتفاع لحمض البول بالدم. حمض البول هو موجود بالجسم بشكل طبيعي، بس ولكن يمكن أنه يرتفع نتيجة الدخل الزائد من البروتينات أو نتيجة هو الجسم بطبيعته صار يصنع بكميات أكبر نتيجة خلل معين، مرض معين بيرفعه، فيؤدي إلى ترسب البلورات والتهاب المفصل، بيؤدي إلى إحمراره، ألم شديد، خاصة ألم فجائي ليلي يغلب ليلية بالضبط. أغلب الإصابات بتكون الألم فجائي ليلي، خاصة عند الرجال، الرجال معرضين للإصابة أكثر من النساء بمرض داء النقرس. طبعاً هو مثل ما قلنا نتيجة استقلاب الموارد البروتينية بالجسم. تمام. يعني مثل ما ذكر الدكتور إنه ممكن ما يكون في أشخاص عم يتناولوا كميات كبيرة من البروتين من اللحوم الحمراء يمكن أكثر من البيضاء، بيقولوا لك مع ذلك عم ننصاب بهالمرض. في استعداد وراثي؟ في قصة عائلية بتلعب بهالدور؟ أكيد في، نحن عنا بنشوف قصص عائلية، يعني عائلات معينة مثلاً صار عند الأب صار عند الابن، فممكن تكون في قصة عائلية بهالموضوع، في أسباب مهيئة أو مؤثرة فيه مثلاً، لأنه هو لما يفكك حمض البول في الدم يطرى عن طريق الكليتين، لما بيكون في مشاكل مرضية في الكليتين ممكن أن تؤدي إلى ارتفاعه بالدم وبالتالي يؤدي إلى ترسب البلورات ضمن المفاصل. ممكن عند الأشخاص اللي عندهم سمن زائدة يمكن أن يؤدي إلى كمان الإصابة بداء النقرس. ممكن عند مرضى السكري يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بداء السكري. وفي أشخاص عندنا كثير معرضين بهذه الإصابة، هن الأمراض اللي عندهم ارتفاع توتر شرياني بياخذوا أدوية مدرة كثير، مدرات للبول، فهدول معرضين أكثر من غيرهم. دكتور عم تحكي فعلا بتذكرتني بالكيمياء بالتفاعلات أو باللي بينتج عنا أملاح مرسبة اللي بيكون فيها ضغط عالي، اللي بيكون فيها نسبة فوق العتبة معينة من تركيز الملح، بعدين بيصير بيترسب، صح؟ طبعا أكيد هذا، فهدي كل الأمراض بتضعف للأسف عمل الكلية، فبتؤدي إلى عدم التصفي بشكل كافي لليوريك أسيد، فبيترسب بلوراته في المفاصل. تمام دكتور، يمكن أكثر الأشخاص اللي بيصير عندهم ورم عند الأصبع الأكبر بالقدم دغري بيقولوا إنه هذا داء النقرس، يعني أكثر شيوعاً فينا نقول، ولكن مثل ما ذكرت حضرتك كنا عم نحكي تحت الهواء إنه هو ممكن يصيب أي مفصل من مفاصل الجسم. في أعراض معينة ممكن تظهر غير الأحمرار اللي ذكرته ممكن يدلنا إنه هذا مرض نقرس أو داء النقرس؟ لا، إذا أصيب في مفصل غير مفصل المشط السلامي بالقدم بيسوي طبعا تورم او انصباب بالمفصل،
بيسوي حرارة بتحول الجسم مفصل إنه هو في حرارة أكثر من غيره. ممكن يسوي تحدث بحركة المفصل. المريض يقول لك ما عاد تقدر تحرك المفصل بشكل يعطيني حرية حركة بشكل كافي. هي كلها من الأعراض اللي بنضيفها على موضوع الألم، موضوع النوبات الليلية بشكل عام بالنسبة للأعراض. بتكتر كتير بهذا الموضوع. طيب خلصنا من الأعراض، شك المريض اليوم اللي عم يتابعنا إنه ممكن يكون أنا مصاب بهالموضوع، توجه لعيادة الطبيب إن كان عظمية، وأحيانا بيروحون عند طبيب بولية باعتبار إنه له علاقة بالكلية أو بحمض البول، بس الأفضل يتجهوا للعظمية، صح دكتور؟ العظمية أو أمراض المفاصل. أو أمراض المفاصل، التشخيص كيف بيكون؟ شو بتعملوا لتتأكدوا إنه هذا ما له مثلاً روماتيزم، هذا ما له التهاب عادي، هذا فعلاً داء النقرس؟ هلا نحن عندنا أول تحليل هو معاينة حمض البول ضمن مصل الدم، فإذا طلع حمض البول ضمن مصل الدم بنسبه العالي عن الحد الطبيعي فهذا هون أكيد في إصابة باليوريك أسيد. ولكن في بعض الحالات أحياناً بنشوف نحن إنه الأعراض السريرية عندها المريض موجهة نحو اليوريك أسيد بس، ولكن المعاينة تبع الدم طلعت طبيعية، يعني نسبة البولة وحمض البول بالدم طلعت طبيعية ضمن الحلول الطبيعية، فهون بنلجأ نحن لطريقة بنبذل من السائل المفصلي ومن تحت المجهر تدرس باللورات، إذا شفنا باللورات حمض ممكن أحيانا نلجأ للإيكو، ممكن للرنين المغناطيسي، ممكن لأي وسيلة تشخيصية، بس أكثر وسيلة تشخيصية مؤكدة أكيد هي بذل السائل المفصلي ودراسته تحت المجهر. تمام. طيب تأكدنا من وجود هي الحالة يا دكتور، شو العلاج رح يكون؟ هل هو العلاج عن طريق الامتناع عن بعض الأغذية، بعض المشروبات، أو ممكن يكون دوائي؟ هلا العلاج شقين، الشق الأول هو الوقاية. طبعا هو المعروف إنه اللي بيرفع نسب حمض البول بالدم هو البروتينات الزائدة، فنحن كل الأطعمة اللي ممكن تزيد لنا البروتين بالجسم ممكن نتجنبها، اللحوم الحمراء، الكبدة تبع الأحشاء الداخلية للخرفان مثلاً، الأكلات البحرية، بعض الأكلات البحرية مثل المحار مثل السمك ممكن طبعاً أي شيء في بروتين ممكن يرفعه، المشروبات الكحولية وخاصة البيرة ممكن ترفع حمض البول. هذه كوقاية وتجنب للأكلات أو الشيء اللي بنشربه نحن اللي ممكن نرفع نسب حمض البول. بنرجع لموضوع العلاجي، الموضوع العلاجي نحن عادة إذا في حال حمض البول في الدم نسبته سوية مع تشخيص مؤكد بيعطى المريض مادة الكولشيسين مشان إزالة الألم، لأنه هذه بتروح الألم بسرعة. مضادات التهاب الاسترويدية كلها هاي من الأدوية اللي بتسكن المريض. في حال اضطرينا ولقينا نسب الحمض البول عالي بالدم ممكن نعطيه دواء اسمه اليبرينول، هذا مخفض أو بينزل مستوى حمض البول بالدم. تمام، وكله بإشراف طبي وكله باستشارة أكيد الطبيب المتخصص لازم، لأنه الموضوع طالما عم نتدخل على مستوى الدم وعلى مستوى المفاصل وعلى مستوى الكلية ما فينا نحن ناخذ أي دواء هيك برأينا الشخصي. حتى إذا ارتفع حمض البول لنسب ممكن يسوي حصيات كلوية، يعني له مخلفات نحن بغنى عنها أو مضاعفات نحن بغنى عنها. أكيد نتمنى الصحة والسلامة لكل الأشخاص اللي عم يشوفونا. مشكور دكتور على حضورك وعلى هي المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكراً دكتور، يسعد صباحك. شكراً كثير، صباح الخير. في ناس عندها هوس بالروائح الطيبة، وفي ناس يا مشلين كل ما بيشموا ريحة بيتذكروا ذكريات من أيامهم بالجامعة، أيامهم يمكن ببيت أهلهم، بيقولوا أنا من زمان ذكرتني ريحة هالأكلة مثلاً لما فوت عند بيت عمتي. على كل حال ممكن أحد المطاعم نحن ماشيين قدامه نشم ريحة نتذكر ذكريات، ممكن ريحة عطر أو على أحد الأشخاص، نرجع للذاكرة للوراء ولكن منقول يا ترى ليش عم بتذكر هذا الموقف نتيجة رائحة بهذا الوقت، أو بمجرد أني شميت هاي الريحة يعني بترجع لك الذاكرة لأيام الطفولة لأيام المدرسة، بعدها بتغرق بموجة من الذكريات إن كانت الحية أو القوية أو حتى الحقيقية، لا تنتقل لأرشيف عقلك يعني هيك فيديو عم بيرجع كله لورا. فشو هو هالسر اللي بيربط الرائحة بالذكريات؟ خلونا نعرف.
ناخذ معلومات ممكن تفائلنا ببكره او حتى باليوم على الاقل؟ مدام نجلاء قباني على طول بتعطينا هالجرعه من النشاط والحيويه، خلينا نقول النفسيه والفكريه، لما تقلنا توقعات الفلك لنا. صباح الخير يا مدام. صباحك خيرات يا مدام. يسعد صباحك نجلاء. صباح الخير يا ميشا. ذكرني بقصه ورد، انه انا وقت بسمع ابراج فبحب، يعني بتعرفي بحب هاي القصص، فوقت بسمع ابراج وبيكون حلو ايه بتفائل، واكيد صح عرفتي اذا كان شيء مو كثير. لا لا مو صح، مو شرط تزبط على كل الجوزاء على فكره، عرفتي برر الموضوع انه ايه اي ميزه ايجابيه، يعني انا مع انا اؤيد على كل الاحوال. يسعد اوقاتكم، ضلوا بخير، مبسوطين ومرتاحين. اليوم 9 شباط، يعني 9 فبراير، تمنياتي للجميع بالكثير من الخير. كواكبنا ما زالت في اماكنها، 3 كواكب في برج الجدي، عطارد للسفر والأوراق، المريخ أيضاً للنزاعات والطاقة والحماس، إضافة إلى الزهرة للمحبة للتعاطف للعلاقات للأقرباء، 3 في برج الجدي هن الكواكب الأقرب للأرض، لذلك بنحس إنه أغلبنا أميل لعائلتنا لأقربائنا لأهلنا، يعني بتحسوا في ميل لهي القصة، ميل حتى للارتباط للعيلة للوطن للأرض للبيت، يعني في شيء من هذا القبيل. أول أخباري العزيز ده مولود برج الحمل، وهي 3 كواكب بتعمل بعض المضايقات لمولود برج الحمل، مولود السرطان، مواليد الميزان وشوي للدلو. أول أخباري لمولود برج الحمل اللي هو متضايق من وجود عطارد والمريخ والزهرة في برج الجدي، لكن اليوم بقى يوم جيد بالنسبة له على صعيد علاقاته الإنسانية. هلأ الأربع خمس أيام هدول كلهم حلوين، وحتى الثلاث أربع أيام اللي مرقوا ما في شيء اسمه شهر كله للضيق، اجباري بمر شيء اسبوع 10 ايام حلوين مثل هالاسبوع اللي عايشه مولود برج الحمل. اللي عنده علاقات انسانيه جيده، روابط دائمه، يمكن قرارات او انجازات، ربما انطلاقه جيده بهي الفترات. على كل اليوم في عنده هدوء، لطف، غزل او زيارات مولود برج الحمل. مولود الثور يعني الامور لك ايجابيه وجيده، خاصه على المستوى المالي. اليوم عم تقبض، عم تدفع، عم بترتب، عم بتنظم مصروفك اكثر مما يجب وكبير يعتبر، او عم بيطلع لك مصاريف طارئه. على كل انا كمان بظن على قصص عائليه او على قصص شخصيه. هلا على كل الاحوال انا بشوف الشهر جيد، هذا عم بيرجع لك شويه اتزان وهدوء فقدتهم بالايام السابقه، من الشهر الماضي مثلا كان متعب ماليا، هلا هاي الاشهر افضل بكثير. عزيزنا مولود برج الجوزاء، اليوم القمر ببرجك عم بيخليك فايق بكير منشط، عندك نوع من انواع الانجاز، والاسبوع القادم يعتبر الاسبوع الافضل لقطاف عملي او شخصي لتبدل قناعات، لترجع تعيد هيكليه حياتك، لتقرر تعمل شيء صار لك زمان ما عملته. اليوم يعني امور ايجابيه، العلاقه بتعارف، بسفر اذا وضعك يسمح، نوع من انواع التغييرات، تعيش مولود الجوزاء اقبال على الحياة. مولود برج السرطان القمر اليوم بهذا المكان له علاقة بتأثيرات سلبية لإله. أنا أعتقد أنه شوي متعب مولود برج السرطان، حاول تلاقي حلول ولو على حساب بعض التنازلات اللطيفة اللي هي أنا أتصل بحدا بحبه، أعتذر يمكن فيما لو غلطت، هاي التنازلات الجميلة اللي بتمنع عننا النوع من أنواع الانفعال والتسرع. على كل أنا برأيي عنده شيء من الوهم اليوم مولود برج السرطان، أو عتب، أو في شيء عم بيأثر على نفسيته وعلى مشاغله. يوم اجتماعي بامتياز لمولود برج الأسد، استقبله ودعا أصدقاء، مناسبة، لمة شمل، معجبين ربما، يعني أمورك إيجابية، علاقاتك الاجتماعية تعتبر الأفضل، حواليك ناس متفائلين، مرحين، ضجة، علاقات، تعارف، تحضيرات، يعني أنا بشوف في شيء جيد هاي الأيام، خاصة أصدقاء قدامى تعود لرؤيتهم. أنا برتاح اليوم العذراء، عنده نوع من أنواع الكآبة أو الحزن، أو في شيء مضايقك يمكن، نوع من أنواع الجدال، نوع من أنواع العصبية، نوع من أنواع المضايقات، نوع من أنواع التصرفات ربما الغير منطقية اللي عم تصير حواليك. هلا أنا برأيي في تشنج حواليك، ومو بس اليوم على فكرة، 3 أيام اللي جاي في عندك نوع من أنواع الشجارات. هلأ الأكيد أنه الصوت العالي والشجار ما رح يحل لك مشاكلك. عزيزنا مولود برج الميزان، في شي داعمك هاي الأيام، كلمة حلوة، صداقة، مساعدة، يعني في شي عم بيعزز ثقتك بنفسك، ويمكن المسؤولين عن أعمالك أو عن حياتك اليوم داعمين لك، محبين، أنت تسيطر على أوضاعك وبقوة، واثق من نفسك. عموما مولود برج الميزان يوم للاتصالات، للحوارات،
أو للاجتماعات. مولود برج العقرب لأ اليوم كمان كتير أفضل، عم بتعيش ساعات فرح ومحبة، في وعود من أصدقائك، في نوع من أنواع التسويق لمواهبك، لشغلة أنت حابب تعملها، سفر يمكن، دورة تدريبية يمكن، مركز جديد بمهنتك يمكن. هلأ أنا بشوف أنه عم تستمتع بتحقيق أهدافك، ويوم يعتبر إيجابي وجيد. القوس هو اللي لازم اليوم يبتعد عن المثالية المبالغ فيها، اليوم ماسك المسطرة مولود برج القوس وعم بيقيس الأمور، هذا صح هذا غلط، هذا لازم هذا مو لازم. هلأ وفي بعض التأجيل عم يطرأ على بعض المواعيد، أنا برأيي إذا كان في نوع من أنواع الإرباك مرق عليك اليوم، وغالباً بدها الحكاية شوية هدوء شوية لطف شوية، أنه أنا حاول قدر إمكاني أنه ما أدخل بمشاكل، لأنه رح تكون عابرة. الشهر بالنسبة لك جيد، هلأ يومين ثلاثة بيمروا لهم علاقة بصدامات ربما، بس خفف قدر المستطاع هاي الصدامات، خاصة أنك تنتمي إلى الأبراج النارية. مرهق مولود برج الجدي أو نشاطاته مرهقة أو عنده كثرة أعمال عم بتضايقه. هلأ دائما الجدي مسؤول أكثر مما يجب، بس اليوم فعليا هو مشغول بعمله ومحاط بحدا يعني عم بيطلب منه سرعة في الإنجاز، أو يمكن هو حاس حاله عم بيراوح مكانه إنه إيه ولا إمتى بدي ضلني أركض أركض هيك ما ألحق. أنا أعتقد إنه الأهم إنك تنتبه صحيا، خاصة إذا أنت من الأشخاص اللي بيعانوا من ضغط أو أمراض هرمونية، فكتير انتبه صحيا. وجود المريخ طبعا ببرجك بيخليك شوية هيك عندك فور الدم، العلاقة بضغط ممكن يكون. قادر يحكي اليوم الدلو عما أزعجه بالمجمل، أو عم بيناقش بعقلانية بعض الأمور الصغيرة وعم بيحل مشاكله. اليوم الحظوظ مساعدة ليدافع عن نفسه، ليحط نقاط فوق الحروف، ليدخل نقاشات ممكن يطلع منها بإيجابيات، ليهدي الأجواء وهو الأفضل، أو لتشرح وجهة نظرك. الحوت أنت اللي مو كتير مرتاح الحقيقة، ما بعرف اليوم صداماتك مع الآخرين أكثر مما يجب، شديد الحساسية، يمكن حتى عم تراكم مشاكل جواتك، عاتب على حدا، زعلان من حدا، يعني حاول إنه تقرب من الناس اللي بتحبون، أهل أصدقاء، إذا في شيء جرحك أو ألمك لا تكبر لنا القصة وتجاوز عنها قدر استطاعتك. صعبة هي لأنه أنا بعرف. تسعة شباط كل عام وأنتم بخير، مواليد تسعة شباط، مولود حماسي شجاع مقدام، الوقت من ذهب والعمر قصير دائما هيك رأيه. من الأشخاص اللي بيتركوا عمل إذا حس ماله مبسوط فيه، فجأة بيرجع بيبلش عمل جديد أو بداية جديدة. من الشخص اللي ما بيعترف بحدود، دائما طموح أكثر مما يجب، أكثر طلاقة في الحديث، ومستمع جيد عموما، مدافع عن حقوق المظلومين. طب إذا قرر نفذ، وإذا صمم حقق ما يريد. سنة مهمة ليكون محبوب ومحيطه متعاطف مع تصرفاته، طفل جديد، بداية جديدة، أشقاء، أهل ممكن يكون عندهم نوع من أنواع السعادة. الحقيقة الأمور مبشرة حتى على المستوى الشخصي، لأمور مالية، شؤون خارجية، تعليم يمكن، قصة العلاقة بسفر إذا وضعك يسمح. شادية عمران عم تراسلنا على 18-45، يسعد أوقاتك يا شادية. شادية سنة حظك، سنة جيدة جداً جداً جداً. هلأ كأنك عم تسأليني عن حدا، بس أنت ما بعتيني مواليد، بس أنا بعتبر عندك سنة بتاخد الارتباط بامتياز إذا أراد رب العالمين. نجاح بنت فادية عم تسألني مع محمد، ما بعرف إذا هو زوجة أو لساته مشروع، بس العلاقة جيدة بالمجمل. ليش عم بقلك إنه ما بعرف إذا زوجك أو مشروع؟ لأنه هو ما كتير يعني بيحب الزواج، فإن شاء الله إنه تزبط معكم. ريحانة عم تسألني، أمورك جيدة جداً يا ريحانة، حتى على المستوى الصحي، رغم أنك قلقانة بهاي الفترات، في شيء ما عم يمشي مثل ما بدك، بس لا، السنة لقلك إيجابية وجيدة، وممكن يكون فيها نوع من أنواع الإيجابيات. سنة حلوة بالنسبة لقلك، إن شاء الله تكون سنة حلوة. صحتين يا نجلة للجميع يا رب. على فكرة يعني كيف بيقولوا، مدام نجلة أباني بتزبط معه ما بتزبط معه، وقت عم تحكي مواليد برج اليوم أنا عم شوفها وعم ببتسم، لأنه عم توصفي صديق لي اليوم عيد ميلاده دكتور ضياء، كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنت بخير. إيه
كأنك أنت شايفتي قدامك وعم توصفي فظيعين البرج الدلو هنن إجمالاً هيك ولا بس مواليد تسعة؟ لا هلأ بزيد بقى حكاية الحماس حكاية محبة التعلم لمولود تسعة كل مواليد تسعة شو من كان برجهم محبين للتعلم بتلاقيهم محمسين عندهم مواليد تسعة دائماً حاسس هادسة يعني قلبه بيدلوا على الحقيقة ما فيك تكذب عليه لا يجيد هو أصلاً الكذب يعني كل مواليد تسعة فأنا خالطة بين الدلو وبين مواليد تسعة حنان عم تسألني عن أمورها يسعد أوقاتك يا حنان سنة جيدة جداً بالنسبة لك يا روحي بس لسه ما بلشت يعني لسه ما بلشت خاصة عاطفياً بدك لسه لبداية الخامس لتبلشي ترتبي أمورك علي 74 يسعد أوقاتك يا علي سنة حظك يا حبيبي سنة جيدة جداً مع أنه الثالث والرابع ما حيكونوا كتير الأفضل الشهر الثالث والرابع يعني هلأ هذا الشهر جيد جداً استفيد منه وبعدين رح نأجل الخامس لنحكي قصدي بتغييرات ماريانا 85 مواليدها يسعد أوقاتك يا ماريانا حبيبتي سنة بتاخد العقل خاصة لارتباط ماريانا أو القصة شخصية عاطفية ممكن تكون إيجابية بس هي كل السنة لسه ما بلشت بالنسبة لك لسه بدك للثالث لتطلع الزهرة وكل هاي الكواكب من الجدي يعني لتدخل بقى على برج الدلو لتبلش سنتك بقى بطريقة إيجابية بتول مواليد 2003 عم تسألني دراسياً ككل مواليد برج الجدي حظوظك سعيدة جداً وانتي بنوتة فهيمة بالدراسة ودريسة وعندك ياها يعني الأمور الدراسية هي شغلة مهمة بالنسبة لك طبعاً والسنة جيدة جداً خضر خطاب 77 يسعد أوقاتك يا خضر سنة بتاخد العقل بالنسبة لك وبعرف سمعتك خضر عم تقلي إنه وين ما شفنا منها شيء صدقك روحي هالشهرين ما نون لك أبداً غير مهنياً يعني أمورك بالمهنة ماشي الحال بس أنا برأيي لسه ما بلشت سنة بالنسبة لك لسه بدها للثالث وما بعد بس عندك سنة بتاخد العقل بدخول المشتري كوكب الحظوظ السعيدة لبرجك ابتداءً من الخامس يا خضر علي دبجان شو برجي 20-1 والدلو 83 طبعاً باعتبار أول السنة فأنت برج الكلب الصيني يعني أنت اللي تصلح تكون محامي أنت باحث عن العدالة حمامة سلام دائماً تحاول أن توفق بين الآخرين مرح متفائل ضحوك والسنة لك إيجابية جداً يا علي بس روحي لسه ما بلشت بدك تستنى الشهر الجاي هلأ في شيء عم تنتظره عم تستناه الآن يمكن بس لا الأشهر القادمة جيدة جداً سامي رافع الحسن مواليده 96 سامي ما بعرف إذا عم تفكر بسفر بس هي السنة مهنياً جيدة مالياً جيدة بس كأنه فيها فراق أو بعد أو تركة لذلك أنا أرجح سفر إذا على بالك إذا مو على بالك فممكن يكون تارك بيت أهلك بدك تتزوج مثلاً يعني خلينا ناخدها بالمعنى الجيد والإيجابي نسرين مزياد أحمد يسعد أوقاتك يا نسرين أحد الأعوام الأفضل بالنسبة لك نسرين بس طبعاً كمان لسه ما بلشت السنة بالنسبة لك صار لك 4 شهور متعبة يا نسرين بدك لسه للشهر القادم يا روحي بس حتحسي إنه السنة تأخذ العائلة وفيها تغييرات مفيدة وجميلة إن شاء الله أيامكم سعيدة وتضلوا بخير تبقى بألف خير نجلة شكراً كتير لك يسعد صباحك صباحكم خيرات تعالوا لنشوف سوا طبق البامية بشكله النهائي يا صباح الخير عن جديد وهيك صار الشكل النهائي لصحن البامية الشامية لأنه كتير تناقشنا فيه طلعت كل طريقة شكل إن شاء الله يا رب الطريقة اللي قدمت لكم إياها اليوم تكون عجبتكم هلأ ممكن نضيف إضافة كتير خفيفة ممكن نضيف لها شوي من الكزبرة بما أنه هي داخلها كزبرة بهذا الشكل طبعاً أنا بس بغيابكم حطيت في قلبها كزبرة وثوم مدقوق وهيك صارت معي تمام ممكن نضيف عليها شوية فلفل أسود بتعطيها كمان طعمة كتير طيبة وشوفوا هالرزات كيف طلعوا معي بهذا الشكل لاحظتوا كيف الحبة صارت كبيرة مع أنه هو رز مصري ممكن نضيف عليهم كمان إضافة خفيفة وهون رشة فلفل الله على الريحة وهيك صار
طبختي اليوم جاهزة يا ورد ويا مشلين. شكرا كثير يا شيف، يعطيك ألف عافية. يعطيك العافية يا شيف، شكرا لك. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم من برنامج صباح الخير. بكرة يعني نهاية الأسبوع إن شاء الله يا رب تكون خير عليكم جميعا، نلتقي معكم بحلقة جديدة، وأكيد الشيف محضرت لكم أكلة حلو غير شكل. دائما بنتمنى لكم كل الخير، ضلوا بألف خير.